الانفصال أو انتهاء العلاقة بشكل عام مؤلم سواء كان للمرأة أو حتى الرجل، لكن مشاهدينا في هذه الفقرة راح نتكلم عن انفصال أو انتهاء علاقة الأصدقاء ومدى تأثيره على المرأة أو حتى رجل. لكن في مقولة تقول لك المرأة فعلا هي أكثر يعني تأثر بانفصالها عن صديقاتها، فخلونا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر. وتنضم لنا في الاستوديو الأستاذة سارة هوساوي أخصائية نفسية. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذة سارة، نورتينا. يا أهلا وسهلا، نوركم. شكرا لك وشكرا لقبولك هالدعوة والحكي في هذا الموضوع اللي جدا مهم. يعني الصداقة من أسمى وأعظم العلاقات، لأنك أنت تختارين فرد من العائلة، أنت تختارين شخص وتخلينه قريب منك، فإذا انتهت هذه العلاقة يأثر فينا كثير. فلذلك خلينا نتكلم على أثر انفصال الأصدقاء وانتهاء هذه العلاقة بشكل عام قبل ما نتطرق أنه للمرأة أو للرجل. رائع جدا. تخيلي أن أنا اخترت شخص، الشخص هذا أنا أعطيته جزء من حياتي، جزء من ذكرياتي، جزء من حاضري، شاركته مستقبلي، فأنا حرفيا شاركته مستقبلي، جزء من خططي المستقبلية، يعني نقدر نسميه شاركته أجزاء من روحي. صحيح. فشعرت معاه بالأمان، شعرت معاه بمشاعر لطيفة كثير وحلوة، فجأة بلا مقدمات هذا الشخص ما هو موجود. يلا لازم تتقبلي فكرة أنه الشخص اللي يحمل ذكرياتك ويحمل واقعك ويحمل برضو مستقبلك ترى ما هو موجود. يلا تقبلي، أنت بني آدم، يلا تقبلي. ففكرة الانفصال ما هي مثل ما يروج لها أنه عادي خلاص أنت تتخطى. أوكي نتخطى، لكن قبلها نتألم. الانفصال مؤلم، سواء كان انفصال أزواج، أصدقاء، حتى أحياناً الانفصال من العمل. على قد ما بعض الأشخاص يكرهون شغلهم، على قد ما فكرة الانفصال من العمل مؤذية، لأن الانفصال من العمل راح تنفصل عن زملائك، عن مديرك سواء كان جيد أو سيء، عن مكتبك، عن ذكرياتك في هذا المكان، عن قهوتك اللي تشربها الصبح في هذا المكان. فالانفصال هي أنك تترك مشاعرك وتقول يلا باي باي مشاعر، خلاص أنا ما أبي المشاعر. هي مؤلمة، لا حد يقول إنها سهلة، هي صح. إلى حد ما مؤلمة، بس لازم نكابر. لا ما لازم نكابر، لازم نقول لها أصلاً عادي ومو بعادي أبداً. فعلاً أنا شخصياً ما أخاف من شيء قد ما أخاف من الفقد. بسم الله عليك. إيش ما يكون هذا الفقد، يعني حتى يعني واحدة من أشكال الفقد هو الانفصال عن الأماكن، عن الأشخاص، عن الصداقات وغيرهم. لكن يعني بما أننا قاعدين نتكلم عن هذا الشعور ما بين الرجل والمرأة، مين الأكثر تأثيراً أو تأثراً خليني أقول من الانفصال، انفصال الصداقات، الرجل أو المرأة؟ شوفي كلهم بيتأثروا، لكن من الأكثر تعبيراً؟ المرأة بتعبر، المرأة تملك القدرة على التعبير. مش كل النساء، مش كل الرجال ما يعبرون، لا هذول بيعبروا هذول بيعبروا. بس لاحظي أبسط حاجة، مين الأكثر بيروح للعلاج النفسي؟ سيدات بيروحوا. هل معناته أن الرجال ما بيعانوا؟ يعانون، لكن ما يروحون لأسباب عرفية، لأسباب شخصية، لأيا كان. فحتى في موضوع الانفصال دائما مرتبط بالنساء، انه تركت صديقتها يلا بتقعد الحين تبكي. لا لا لا، هي بني ادم، فهي تملك القدره على التعبير. حتى سيدات يملكون القدره على صياغه المهم، اني انا تقدر تحدد اني انا متالمه من هنا وهذا يؤلمني. ففكره الانفصال هي تملك القدره على صياغتها، تملك القدره على انه لاني تركت فلانه فالمي تحتم على هذا الفقد. زي بسم الله عليك انت تخافين من الفقد. انت الان وصفتي لي ان الفقد ما هو بس موت بالنسبه لي، حتى انفصال. صحيح. قدرتي لانك بني ادم يملك وعي حول مخاوفه، صغتي لي خوفك من ايش. فالفقد سواء كان بعيد الشر، موت، انفصال، سفريه تركت صديقاتك وسافرتي دبي مثلا وما الى ذلك. طب اكيد هذا الانفصال اليوم راح يمر بمراحل كبيره وعديده، سواء كان انفصال عن الزوج، عن الصديقه، عن اي احد. اذكري لنا هذه المراحل خصوصا للمراه. ممتاز. شوفي اغلب يعني ابرز المراحل اللي تصير في البدايه اللي هي هذه، لاحظوها تصير مرحله اللي هي مرحله اللي اوكي طيب خلاص صار الانفصال، طيب شكرا تركتني، تصير مرحله تقبل كذا بدايه هذه على طول. بعدين حتصير مرحله من بعد هذه مرحله اوكي اللي هي مرحله الادراك اللي احنا خلاص بطلنا نصير صديقات. قد تكون المراحل سريعه ورا بعض يعني باقل من ثواني، وقد تكون لا تاخذ ايام اللي احنا خلاص تركنا بعض، احنا خلاص ما عدنا صديقات. بعدين تبدا مرحله اللي هي اسقاط اللوم على الذات، اللي هي انا السبب، لو اني ما عملت كذا، لو اني ما سويت كذا، لو اني لو اني لو اني.
فتكثر كلمة أنا السبب هذه. بعد هذه المرحلة عذرا نروح لمرحلة أسمى منها اللي هي مرحلة خلاص الاستيعاب الإدراك، اللي الإدراك الثانية غير الإدراك الأولى. الإدراك الأولى هي إدراك الانفصال، الإدراك الثانية إدراك مين السبب فينا، ليش هذه العلاقة ما كملت، ليش أنا ما ظليت مع صديقتي، ليش ليش ليش. المرحلة الأخيرة هي مرحلة التقبل، اللي خلاص صار الموضوع هي رائعة وأنا رائع وكلنا رائعين، لكن ما ننفع مع بعض. وقد تكون واحدة من الطرفين ما هي برائعة، قد تكون واحدة من الطرفين سيئة، قد أكون أنا سيئة فأنا اللي غلط فخلاص تقبلت غلطي، وقد تكون هي سيئة لا هي اللي أخطأت، أتقبل خطأي. مو دائما الناس اللي حولنا سيئين، ساعات في العلاقات نكون إحنا اللي ما أدينا كويس في هذه العلاقة، وهذه كلمة حق تقال. صحيح، لذلك يهمنا كمان نتكلم سارة عن أهم الأشياء اللي يعني زي ما قلنا في البداية العلاقة الصداقة بشكل عام علاقة مهمة في حياتنا جميعا، علاقة سامية فيها مشاعر حلوة ولطيفة وطيبة، ولكن بوجهة نظرك وبحكم اختصاصك ما هي أكثر الأسباب اللي من وراها تنتهي الصداقات؟ ترين عجبني سؤالك مرة، لأنه بيخليني أتكلم عن شيء ناس بيقولون لا ما ينفع. وجود الحدود في العلاقات يقوي العلاقات. صح، الناس تعتقد أني لما أقول يلا ضعوا حدود اللي هي طب أبنيها أسمنت ولا أبنيها حديد، لا 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 وضع الحدود لا تبني خلي البناء على جنب، أنت ما أنت مقاول. وضع الحدود أنك تعرف أنا إيش أحب أنا إيش أكره. الموضوع يزعج مها فأنا ما رح أسوي كذا المها. صح. الموضوع يزعج كذا، هذا حد من حدود مها، أني أنا ما أتكلم عن الموضوع الفلاني فما رح أقول لك هذا الموضوع، ما رح أطيه. الموضوع يزعجني، الموضوع يؤذيني، أنا ما، فهذه حدودي. صح. فلما أضع الحدود وأفهم الحدود وأعرف أنت وش يعجبك وإيش يعجبني أنا، أنت إيش يزعجك وإيش يزعجني أنا، وضع الحدود يقوي العلاقة. البعض يعتقد إن إحنا خلاص إحنا صديقات مرة، فلأننا صديقات مرة إحنا ما في حدود، ما في حدود، منسجمات في بعض. لا لا، إحنا ما إحنا روح، إحنا روحين. صح. إحنا جسدين، إحنا فكرين، إحنا حياتين. صح. بيننا نقاط التقاء تكون موجودة هنا أليفين في هذه النقاط، لكن بالمقابل نحن نملك حياة مختلفة لكل واحدة مننا. النقطة الثانية، الصمت في العلاقات يقتلها. أزعجتيني بشيء، أنت صديقتي مرة، أزعجتيني بشيء، من المفترض أني أجي أتكلم، لأن الموضوع يكون صغير، بمجرد ما ينحط في بالنا وما نتكلم يصير كبير مرة. طبعا قد الدنيا، وأصير أبني أحكام وأصير أتصيد الزلات وأصير أعمل وأسوي فيكبر الموضوع. لا، أنت صديقتي بجي أكلمك، أزعجني كذا وأزعجني كذا وألمني كذا، أعطيني مبرر أو اعتذري أو حاول أنك تصححين هذا الموضوع عشان أنا لا أشيل عليك. النقطة الثالثة هي البحث عن المثالية بالعلاقات. أنت صديقتي، أنا متقبلتك، متقبلة عيوبك ومتقبلة حسناتك، نفس ما أنت لازم تتقبليني. في بعض العلاقات ما يصير فيها التقبل، والعلاقات انت لازم تنصبغي بصبغتي. صح. ليش لابسه بنفسجي؟ انا احب اللون الوردي. لا، انت صديقتي لازم تلبسي وردي. هذا تملك، هذا هو ليصير انصبغي بصبغتي. انا اتكلم ثلاث لغات، ليش تتكلمين لغتين بس؟ تبغين تصير تتكلمي زي، لا ما ابغى اتكلم ثلاث لغات، ابغى اتكلم لغه واحده خليني. صح. فهنا المبدا، لانه في اعتقاد صديقتي انها تعرف مصلحتي اكثر مني. هذا هو. وما في احد يعرف مصلحه الشخص الا نفسه لما يصير راشد، وإلا أهله لما يكون طفل. ما حد يعرف مصلحة أحد إلا الأهل، لما نعرف أطفالنا نعرف مصالحهم، ولما يصيروا راشدين هم اللي يعرفون مصالح نفسهم. حلو. طيب خلينا نتكلم على عمق الصداقة ومدى تأثيرها والارتباط بها. هل هذا اللي يعني مرتبط بشخصية كل امرأة على حدة؟ بمعنى لو مثلا صار إنه في قصة صارت معايا وانتهت هذه الصداقة، هل وقعها علي يعتمد على شخصيتي أنا أصلا، ولا كلنا ممكن نشعر بنفس الطريقة ونمر بنفس المراحل اللي ذكرتيها الأربعة؟ يمر يعني أو يقع بناء على مدى عمق الصداقة هذه. ومدى تأثير الصديقة هذه، ومدى اختلافك أنت. في بعض الأشخاص صديقاتهم كل حياتها، ما تملك في هذه الدنيا إلا الصديقات، ما تملك ولا شيء، حياتها متمحورة حولهم. هل تعتقدين هذه وقع انفصال الصداقة نفس واحدة تملك أسرة وعائلة وعمل وحياة خاصة فيها؟ أكيد. بالضبط، نسبة وتناسب بناء على مدى إتاحة هذا الصديقة في حياتي. النقطة الثانية، مدى إدراكنا لنفسنا. الانفصال متى يصير مؤذي مرة؟ لما يدخل في الانفصال التعلق،
طالما وجد التعلق، القلق، غير الآمن، أيا كان نوع من أنواع التعلق اللي قاعدة تصير غير الآمن، إيش يصير وقتها؟ يتحول الموضوع من صداقة إلى تعلق، فهنا ندخل في دوامة أخرى مختلفة عن انفصال صديقات. فيدخل أنت كيف ارتباطك بهذه الصديقة. النقطة الثالثة، كيف انتهت هذه العلاقة؟ هل انتهت وأنت مدركة أنها انتهت؟ هل انتهت وأنت مستوعبة الأسئلة اللي تملكينها؟ لقيت لها إجابات؟ إذا كانت إجابتك نعم لقيت لها إجابات، ما راح تؤلمك نفس ما تترمين فجأة انقطعت العلاقة وأنت ما تعرف ليش. ما في إجابات، عايشة بأسئلة ما تنتهي. هذه مصيبة ثانية. شخصياتنا تلعب دور، طريقة العلاقة نفسها يلعب دور، طريقة انتهاء العلاقة تلعب دور، وطبايعنا الإنسانية المختلفة برضو تلعب أكيد. دور. أكيد صح. طيب ذكرنا قبل شوي أنه المرأة تمر بمراحل انفصال متعددة، لكن هل الجميع يمر بنفس المراحل ولا هي تختلف على حسب الشخصية والصديقة هذه مين هي مدى علاقتها فيني؟ اختلف تمام الاختلاف. يعني على سبيل المثال صديقة يعني لنا 10 سنين سوا، ننام نصحى نروح نجي مع بعض، انفصلنا عن بعض وصديقة لنا على سبيل المثال مدة من الزمن 2 أسبوع، عملت لي شيء خلتني أقول إن هذه فعلا صاحبتي. الانفصال أم 10 سنين مثلا، تتكلميني عن 10 سنين من ذكرياتي طفولتي ومراهقتي وحياتي كانت معك، فجأة انفصلنا. والثانية اللي نحن عملتي لي موقف خلاك يقول إن أنت فعلا صاحبتي وحصل الانفصال. جودة العلاقة، مدة العلاقة، مدى شعور العمق في هذه العلاقة يخلينا نستوعب وأكررها 1000 مرة طريقة انتهاء العلاقات. ترى عادي جدا أن تنتهي العلاقات ونكون هادي نحب بعض لكن علاقة ما تستمر. أنت صديقتي ورائعة وأنت مرة أحبك، لكن وجودنا مع بعض في نفس العلاقة ترى قاعد يؤذينا، فلازم ما نستمر خلاص. تواجدنا الدائم يؤذينا، خلاص شكرا لك. فطريقة انتهاء العلاقة، مدى إدراك الطرفين في هذه العلاقة يخلي مراحل تقبل هذه العلاقة أسرع وأفضل، ويخلينا مدركين أنه خلاص كل شيء قسمه ونصيب. حتى في العلاقات ما بين الصديقات قسمه ونصيب. دائما أصلا يقول لك تعرف أن العلاقة راقية في النهايات، فعلا سواء كانت بين صداقة أو غير صداقة، حتى لو كانت علاقة عاطفية إذا كانت النهاية راقية وبالشكل الجيد بحيث أنه ما في جرح ولا في أذية نفسية، هنا تعرفين أنه فعلا الشخصين كفوا في هذه العلاقة. طيب أيضا من الأسئلة اللي تجي سارة اللي يقول لك طيب هل في فرق لما أنا أكون الطرف اللي أنهيت العلاقة ولا أكون الطرف الآخر اللي تم إنهاء العلاقة معه؟ بكل الحالتين في ألم. ترى أنا دائما أحس أن الطرف اللي ينهي العلاقة ترى يتألم، اللي هو أنا اللي حأكون مبادر في خسارة هذه العلاقة. وفكرة أني أروح لأحد أقول ما ودي أكمل صديقة توجع. ترى لا تعتقدون أنها سهلة نفس ما نشوف، ترى موجع. وياما جم ناس للعيادات لأنهم خايفين من هذه الخطوة، لازم إيش نقدر نسوي؟ ففي الحالتين في ألم، سواء كنت اللي راح تنهين أو راح يجي أحد يبلغك إنه هذه العلاقة، أو كنت من الطرفين كلكم اتفقتوا على الإنهاء. في بعض الحالات ما بين صديقات تجي واحدة تقول لك تحن، ممكن بعد مدة صح؟ هلا؟ تحن جداً. جداً جداً يجي الحنين، ويجي شعور أني أنا ما أبغى أنهي هذه العلاقة، أنا ما أبغى أهدم هذه العلاقة. قد يكون كان في سبيل لإصلاح هذه العلاقة لكن أنا ما قمت بهذا السبيل، فيجي شعور اللوم الذاتي هذا. يعني يجي لك بعض الأشخاص يقولون أنه نحن علاقتنا مثلاً خلاص ما في سبيل لإصلاحها، فهل ودك أن ننهي صداقتنا؟ هل تحسين أنه إحنا ننفع في حياة بعض زميلات عمل؟ ما ننفع ترى صديقات. فوقتها المصارحة هذه اللطيفة تخليني قادرة أني أعمل معاكي بأهداف أن ننهي عملنا، بس بعد ما نخلص العمل ترى ما إحنا برايحين نتقهوى سوا، ما نمعلمتك ولد أختي إيش سوا، ما رح أقول لك عن شعوري لما سافرت، بس حاجي أناقشك أنه التاسك هذا بالشغل كيف أسويه؟ طب شفت التاسك اللي سويتيه؟ أنا أعلمك طريقة أفضل. فتتغير مصالح وأهداف هذه العلاقة. برضو هذه بالنسبة لي بتكون مؤلمة، أنه كيف من بعد الصداقة والأخوة تصير علاقة رسمية بهذه الطريقة حتى لو كانت من باب الزمالة، بس حتدخلين بعدها بالاعتياد، التقبل صحيح. من بعدها الاعتياد. هذه الميزة سبحان الله، دائما أقول إحنا ككائنات بشرية أصلا مرنين ناخذ وقتنا ونقدر نتشكل على حسب المواقف اللي ممكن نحط فيها، لكن نحتاج إلى الوقت، دائما الوقت هو كفيل بإصلاح كل شيء. طيب ذكرنا أنه للانفصال لي عدة خطوات، ولكن حابة أسألك سارة لو تقولي لنا ما بعد مرحلة الانفصال
ايش المفروض كل الاطراف انهم يعملوا؟ بنعرف في بعض الانفصال يكون في نوع من انواع الاذى، الكلام، الاقي بديل، احاول استفزها مع صديقه اخرى، في بعض الشغلات اللي هي تصير في مرحله التشافي ولكن للاسف انها بتترك اذى على النفس وعلى الطرف الثاني. اسال نفسك انا ليش قاعده اسوي كذا؟ انتهت العلاقه، دائما اقول خذوا استراحه محارب وقت وقت التشافي، خذوا استراحه محارب. ما هو منطقي ولا هو طبيعي اني اروح اقول انفصلت عنك صديقي، طب يلا بروح ادور صديقه ثانيه. انا ماني بداخله سوق الجمعه صح اقعد القى صديقات، ايش المنطق؟ او المنطق الثاني اللي قاعد يسووه البعض انه هي تركتني، طب والله لو اوريها وش تسوين؟ بكيد لها انتقام. اي وش استفدتي؟ ليش تركتي اثار تؤلمك وتؤلمها؟ صح. ليش ليش؟ النقطه الثانيه اللي بيسوونها اللي هي التشافي، هذه دائما اشوفها غير الانتقام تشويه السمعه. لازم انا اطلع الطرف المسكين الغلبان اللي هي اللي اذتني ترى بهالعلاقه وهي اللي اساءت لي، ولا انا مسكين؟ لا لا انت ما انت مسكينه، صح هي العلاقه صح. انتهت سواء كنت مسكينه او لا، حديثك في السوق عنها ترى ما يخليك مسكينه. صح هذه نقطه مهمه. ففي هذه المرحله انا دائما اقول خذوا استراحه محارب، خلاص استوعبوا انه العلاقه انتهت، خذوا وقت المكم، خذوا وقت التشافي، بعدين كملوا حياتكم عادي، حيجون اصدقاء اخرين صحيح. وحتصادقون ناس اخرين وحتنفصلوا عن ناس اخرين، حتروحوا لاماكن تتعرفوا على اشخاص وحتروحوا اماكن تنهوا فيها علاقاتكم باشخاص. صحيح لازم نتعلم طريقه التخطي السليمه. ما وجدنا اعداء، هذه نقطه لازم نستوعبها كلنا، ما وجدنا اعداء ولا خلقنا اعداء. صحيح، يعني في الاخر زي ما قلتي دائما الحياه هذه بتمشي بكل مراحلها. بالضبط. شكرا لوجودك اليوم معانا وعلى الكلام الحلو اللي قلتيه وعلى الاشياء الكثيره اللي الواحد فعلا ممكن هو يرجع يعيد حساباته فيها حتى ما يحط نفسه في موقف مؤلم. شكرا لك يا ساره. سعيده فيكم. العفو. مشاهدينا بعد الفاصل في قول رايك، هل حققت احلامك في عام 23؟